أنتم إذن مع صدى الملاعب. أنا إلي كلمة حول موضوع مرض كورونا. الإنسان أحياناً عدو نفسه، لما بيرفض يسمع نصيحة بتفيده وهي مثبتة علمياً، مثل اللي بيصر أنه يدخن وبيعرف أنه بيؤدي للسرطان. هلأ كل أطباء الكرة الأرضية قالوا أنه كورونا ينتقل بالملامسة أو أنك تلمس أشياء مصابة فيه. الكل نصحوا غسلوا إيديكم 40 ثانية، ما تلمسوا الوجه والأنف بعد لمس الأشياء. لكن هناك يعني تروح مشوار بيجيك مو بس بيسلم بالإيد وبعانقه كمان وحب خشوم. يا أخي كل أطباء العالم قالوا بلا هالشغلات. الأمور مو عن تريات، مو أنك عم تتحدى. ارفق بنفسك، ارفق فينا، ارفق بالعوائل، ارفق بالبشر. يعني الأمور هالأيام تحتاج لحذر. انتبه، الله يخليك، الله يحفظنا ويحفظكم جميعا من كل شر. خلي اسمع كلام الحكومة والأطباء، لأنه بالنهاية هو لمصلحتنا، مو لمصلحة يعني مش على عند الشغلة. بس بتمنى أنه نسمع هالشيء، وإذا واحد ما سلم ما حدا يزعل. يعني أنه سلم، هذا عمار صاحب رفيع عمري، عمار بعرفه من 40 سنة، إجا اليوم ما سلمت عليه ولا سلم علي. ما في داعي نثبت لبعض أنه إحنا منحب بعض. ماشي، راح نكمل مع